شبوة اليوم ليست كشبوة الأمس، فالمحافظة تشهد حراكا تنمويا كبير منذ إطلاق السلطة المحلية عملية التنمية فيها منذ عامين، علاوة على الاستقرار الأمني الذي تتمتع به سيما بعد أحداث أغسطس من العام الماضي، فأصبحت المحافظة قبلة للمستثمرين ورجال الأعمال وملاذا آمنا لكل أبناء المحافظات الأخرى. محافظة شبوة هذه الأيام فيما يخص التنمية في المحافظة، فالتنمية في ظل وجود الأخ المحافظ محمد صالح بن عديو هي بدأت تنشط بأمانة بدون مجاملة، وظل وجوده إن شاء الله تتحقق أمنية المحافظة بالمشروع الكبير العملاق اللي هو الكهرباء الغازية الذي قد تم توقيعها بالأحرف الأولى. الكثير من المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في الأساسيات الخمس التي أعلن عنها الرئيس هادي تسير وبوتيرة عالية هنا، لكن أبرز المشاريع الحالية ميناء المجدح المعروف بميناء قنا بمديرية رضوم الساحلية شرقي المحافظة، والذي تم الموافقة على البدء في تشكيله بتوجيهات رئاسية. ميناء قنا من أهم الموانئ، يعني وكان ميناء قديم جدا في التاريخ القديم، وكان من أهم الموانئ اليمنية، ولهذا إعادة يعني فتحه أو إنشائه سيكون له دور كبير جدا في التسهيل على أبناء المحافظة، استيراد وتصدير وكثير من المسائل التي يمكن أن تخدمنا في هذه المحافظة التي أصبحت الآن من أكبر المحافظات. الميناء سيكون فعلا يعني شريان حياة لهذه المحافظة. على الرغم من الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد المتمثل في الحرب والأزمة الاقتصادية الخانقة، إلا أن شبوة تشق طريقها وبخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار. حسن البريكي لقناة سهيل من محافظة